كلنا يمكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي هلا عم نشوف يمكن عليها اخبار كثيره لها علاقه ببعض الامور المزعجه اللي ممكن انها تاذينا وتاذي الجيل، سواء الجديد القديم او الجديد. اللي عم نحكي عنه عم نحكي عن افتين، اولا المخدرات، وانا بدي اسميها يمكن كمان افه اطلاق العيارات الناريه اللي ممكن هي احنا بنعتبرها هي ثقافه من ثقافاتنا، بنقدر انه ننبسط فيها بالاعراس ونطخطخ، ولكن قديش صار في مآسي من وراء هذه الافه، بالاضافه اكيد للمخدرات اللي بتنتشر بشكل كثير كبير بين الشباب، واللي احنا علينا دور كثير كبير مش بس كاهل ايضا كمدرسه، لانه اذا وعينا الجيل الجديد لهدول الآفتين احنا بنقدر انه نقول انه مشينا ثلاث ارباع الطريق. بدي اشكر مدرسة مرج الحمام الأساسية على الحملة اللي عم بتقوم فيها، وهي الحملة مستمرة بلشت بأول ثلاثة لتوعية الطلاب والطالبات على موضوع إطلاق العيارات النارية وأيضا آفة المخدرات. اليوم معنا الأستاذة جميلة أدعجة وهي مديرة مدرسة مرج الحمام الأساسية، بالإضافة للطالبة الجميلة آية الشايب للحديث أكثر عن هاي الحملة. صباح الخير. صباح النور. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. قديش ست جميلة إشي بوجع القلب لما بيقرأ الواحد بالأخبار وبمواقع التواصل الاجتماعي عن طفل راح ضحية إطلاق عيار ناري، أو شاب أو حتى كبير بالسن لا إله ولا عليه، بس مجرد أنه هو إجته رصاصة طائشة، أو عم نشوف أوقات كتير أيضا آفة المخدرات اللي ممكن أنها تنتشر وتبلش كشي فضول عند الشاب بده يجرب هالشي المعين، وما أدراك شو ممكن بالآخر تكون عواقبه أو نتائجه بالنهاية. احكي لنا شوي شو اللي خلاكم تقوموا بمثل هاي الحملة، وكيف ممكن انكم فعلا توعوا الطالبات بهذا الموضوع؟ بداية اسمحوا لي ان اتقدم اليكم بالشكر والتقدير على هذه الاستضافة الطيبة الكريمة، فنحن لله الحمد كما انتم كلنا جنود نعمل في خندق واحد لنكون بحجم طموحات وتطلعات ورؤى جلالة سيدنا وقائد مسيرتنا حفظه الله ورعاه. واسمحوا لي ايضا ان اتقدم باجمل التهاني والتبريكات لمولاي صاحب الجلالة على تسلمه جائزة مصباح السلام بالأمس، وهذا فخر لكل الأردنيين نعتز به. أكيد. بالنسبة لحملة لا للمخدرات لا لإطلاق العيارات النارية، هذه الحملة تم إطلاقها من مدرستنا لكافة مدارس اللواء، أطلقتها مديرية التربية لواء القويسمة برعاية مدير التربية الدكتور شاكر العلوين، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، بهدف توعية الطلبة وكافة عناصر المجتمع المدرسي بمخاطر المخدرات ومخاطر إطلاق العيارات النارية لكافة عناصر المجتمع المدرسي الذي يضم كل من الطالب والمعلم وأولياء الأمور والمجتمع المدرسي والمجتمع العام. احنا بدنا نشكر كل الأشخاص اللي ساهموا واللي تعاونوا واللي دعموا هذه الحملة فعليا. طبعا هذه الحملة مستمرة وهادفة لكافة مدارس اللواء، يتم من خلالها تنفيذ سلسلة متكاملة من الإجراءات والفعاليات والأنشطة الهادفة التي تهدف في مجملها إلى نشر التوعية للطلبة وللأهالي والمعلمات على حد سواء، لأن دور المدرسة لم يعد يقتصر على التعليم فقط بل تعداه إلى أبعد من ذلك بكثير، حتى أصبحت المدرسة بمثابة مؤسسة تربوية اجتماعية تهتم ببناء الشخصية المتوازنة للأجيال التي نشرف على توجيهها وتربيتها والأخذ بيدهم نحو المستقبل، وهم على قدر عالي من المسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم وأوطانهم. إحنا أستاذة جميلة يعني بدنا المدرسة تقوم بواجبها ودورها الأساسي اللي هو التربية ثم التعليم. يعني لو المدرسة بتاخذ هذا كل مدرسة بتاخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، كان إحنا فعلياً بنتخطى 90% من السلوكيات والمشاكل اللي ممكن إنه عم نعاني منها بموضوع زي ما قلتي التربية، لأنه دائماً بقولوا المدرسة تعليم خلص فيزياء وكيمياء وعربي وإنجليزي ودين وهاي هي، لا هي أبعد من ذلك. نعم، بناء شخصية الطالب وتوجيهه نحو المستقبل باعتباره هو الثروة الأغلى لهذا الوطن. صح.
نشاطاتكم هلا الاجراءات اللي اتخذناها من اول ثلاثه في هذه الحمله. اولا التعاون مع اداره مكافحه المخدرات ومديريه الامن العام مشكورين بتنفيذ مجموعه من المحاضرات والندوات والعروض المسرحيه للطلبه خلال حصص النشاط الحر في المدرسه. من ضمنها كمان استغلال الاذاعه المدرسيه لبث رسائل توعويه صباحيه من الطالبات انفسهن للتوعيه بمخاطر المخدرات وبناء سياج امن حول الطالب يحميه من الوقوع في خطر او الانزلاق في خطر المخدرات. من ضمن الانشطه ايضا استضافه محاضرين من المجتمع المحلي، اولياء امور متعاونين معنا نستغل حصص النشاط لعقد هذه المحاضرات. كمان بنقوم بنشر البروشورات، المجلات، بنشجع الطالبات على انشاء مجلات بالرجوع لمكتبه المدرسه واختبار الحاسوب، وبيعملوا بخاص البرلمان الطلابي، يعني آية هي عضو ببرلمان المدرسة، فهي بتقوم بدور فاعل في هذا المجال لتوعية الطالبات. مستمرة الحملة يعني؟ أنتم بلشتوا فيها بأول ثلاثة وراح تضلها بشكل مستمر، مش لها موعد محدد أو يعني وقت محدد أنه تنتهي بعدها. أنا بدي أرجع لك أستاذة جميلة، ولكن بدي أسأل آية، بما أنك أنت اليوم جاي بالنيابة عن الطالبات، صباحك سعيد يا ربي يا آية. آية بصف السابع، جنني ما شاء الله عليكي، بدنا تسلمينا على كل الطالبات اللي معك بس ترجعي. بس لما بنحكي آية انت كطالبة بهذا العمر، انا بدي اسالك انت لانك ممكن تمثلي الجيل اللي موجود هلا، قديش هاي الحملات بتاثر فيكم؟ هل فعلا بتاثر بشكل حقيقي لما بتسمع على الاذاعه المدرسيه، لما بتقراي بروشور، لما بتشوفي ندوات زي ما تفضلت استاذه جميله؟ هي أكيد طبعا بتأثر فينا، بتعلمنا كيف نتعلم عن أسباب المخدرات، كيف نوقي نفسنا منها، كيف نتعامل مع شخص مدمن مخدرات، وكمان عملنا بروشورات ومجلات، وأنا مختصة في الإذاعة المدرسية كل يوم بحكي موضوع صغير عن المخدرات بهدف توعية الطالبات. زميلة يعني أنت زميلة إعلامية صغيرة. طب آية، يعني أكثر شيء أنتوا الطالبات بهذا العمر لما بتشوفوا هذا الموضوع، وبنعرف إحنا الطالبات أوقات كتير بسن المدرسة، كلنا بالمدرسة ما بنحب أوقات كتير الشغلات الجادة، إنه محاضرة وبده يجي حدا يحكي لنا عن هذا الموضوع عن هذا الموضوع. قدي أوقات كتير ممكن أنتوا كمان تساهموا وتساعدوا أنكم تدخلوا نوع من الجاذبية على طريقة الطرح؟ بنعمل اول شيء مسرحيات بتهدف للابتعاد عن المخدرات، عملنا مسرحيه عن مثلنا انه احنا كمان ضحيه وقوع المخدرات، يعني كيف لما احنا نتعاطى مخدرات كيف راح نصير، اخر شيء بيؤدي للوفاه. طب استاذه جميله، لما بنحكي عن هدول الافتين بالمجتمع، قد ايه بتحسي انه احنا بالتلفزيون بنحكي، بالراديوهات بيحكوا، بالاخبار بيحكوا، ولكن احيانا الثقافه المجتمعيه للأسف الشديد بتغلب، وعم نحكي إحنا خلنا نقول على إطلاق العيارات النارية، يمكن أكيد ما عندناش ثقافة المخدرات، الحمد لله نشكر الله، يعني هاي شيء دخيل ويمكن بيستغلوا أوقات كتير البطالة عند الشباب، الحالة النفسية، الحالة الاقتصادية، كل هاي التفاصيل حتى يقدروا يدخلوا لهاي الثغرة منها للمخدرات. لما نحكي عن العيارات النارية عم نحكي عن ثقافة، بقول لك ما بيصير العرس بدون تخطخ. يعني كيف يعني؟ يعني كيف يعني انه يصير عرس بدون ما الواحد يطخطخ له هيك كم من رصاصه يفش خلقه ويفرح للعروس او العريس؟ يعني لو انطلقنا من مبدا لا تقتلني بفرحك، يعني كان الكل التزم بعدم اطلاق العيارات الناريه، يعني هل الفرحه ما بتصير الا باطلاق العيارات الناريه؟ يعني احنا نتالم الم شديد لما نشوف على التلفزيون او على المواقع طفل ضحيه اطلاق هاي العيارات. يعني احنا هون دورنا بالمدرسه من خلال التوعيه المستمره الهادفه بيتم انه يعني نعقد محاضرات للمجتمع انه ما في داعي لإطلاق العيارات النارية خلال الأفراح، يعني في طرق كثيرة ممكن إنه إحنا نفرح فيها بالابتعاد، يعني بدون استخدام ردود الأفعال عند أولياء الأمور، عند الأشخاص اللي عم بتقابلوهم. أكيد الطالبات ما عندهم يمكن هاي الفكرة إلا إذا سمعوا يمكن أهلهم بيحكوا عن هذا الموضوع، ولكن كيف بتشوفوا ردود أفعال أولياء الأمور؟ فعليا مقتنعين إنه هدول الآفتين يجب محاربتهم؟ نعم، هم داعمين لنا في حملتنا
في هذه الحملة، لأنه دورهم مكمل لدورنا في المدرسة. بالعكس هم كثير ردود فعل إيجابية بنلاحظها على أولياء الأمور من الدعم للمدرسة في إطلاق هذه الحملات. هلا كيف بدكم يعني تنتشروا من مدرسة مرج الحمام الأساسية لباقي المدارس الموجودة أكيد والتابعة؟ يعني إحنا نستخدم موقع المدرسة من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال تجمع المدارس اللي هو ضمن الواقع ضمن مدرستنا. كمان إحنا نبعث للمديرية تقارير خاصة بهذه الحملة، يتم نشرها لكافة المدارس، حتى كل مدرسة تقوم هي بدورها بعملية التوعية. طبيعة تعاونكم مع إدارة مكافحة المخدرات كيف؟ ما شاء الله إدارة مكافحة المخدرات والشرطة المجتمعية على قدر عالي من التعاون معنا، وبيلبوا طلبات كل المدارس في عقد والمحاضرات وعمل المسرحيات داخل المدارس وتوزيع البروشورات أيضا. يعني تعاون تام الحمد لله ما بين إدارة مكافحة المخدرات ومدارسنا. هلا بالنسبة لمدارس الطلاب، قبل ما أنتقل بسؤال أخير لآية، مدرسة الطالبات احنا اوقات كثير ما بدنا نعفي الانثى من المسؤولية، لانه بقولوا دائما بالعكس اذا الواحد بده جيل صحيح لازم يربي الانثى، لانه هي اللي بتربي الاجيال القادمة. فانتم ما شاء الله قاعدين عم بتقوموا بهاي الحملة لمدرسة الطالبات، ان شاء الله بالمستقبل بنشوفهم امهات صالحات بيقدروا فعلا يقدروا انهم يبنوا ويربوا جيل كامل. ولكن لما بنحكي كمان على مدارس الطلاب واللي هي هلا بحاجة لها، يمكن الطالب دائما لانه رجل بحس يمكن مخدرات او اطلاق العيار النارية هذا هاي نوع من انواع الرجولة، فكيف ممكن كمان لمدارس الطلاب تصير مثل هاي الحملات؟ هي مدارس الطلاب ومدارس الاناث التوعية فيها على حد سواء، يعني التركيز فيها على الاناث وعلى الطلاب بنفس الاهمية. في عنا بمدارسنا مبادرة تحصين، هي بنطبق من خلالها برنامج فواصل. هذا البرنامج يتضمن تعليم الطلبة ذكور وإناث مهارات حياتية إيجابية تمكنهم من التعامل مع المواقف المختلفة بحيث أنه لا ينزلق إلى هاي المواقف. يعني كلمة أخيرة لآية، بما أنها آية بالإذاعة المدرسية، كل اللي عم بيشاهدوك شو بتحكي لهم سواء من جيلك أو أصغر؟ شو بتحكي آية؟ انه ما ينقاد وراء هذه هاي المخدرات وما يقعوا ضحيه في هاي الافه الخطيره، ويكونوا متوعيين ويكونوا عائله متماسكه. بوجه افضل التحيات لعائلتي اكيد، واحنا بنوجه لهم كمان تحيه. بدنا نشكركم، شكرا لك استاذه جميله ادعجه مديره مدرسه مرج الحمام الاساسيه، اهلا وسهلا فيك، كل التوفيق بحملتكم. وايضا الطالبه ايه شايب، اهلا وسهلا فيك. أهلا.